اهلا والسلام عليكم، معاكم Arabian Games. واليوم انا عندي صندوق راح افتحه، بس قبل ما افتحه راح اتكلم عن الرياضه اللي انا بسويها. انا من الزمانات بدات اسوي شويه بودي بيلدينج، سويتها لمده كم سنه لبناء العضلات، ويعني عجبتني وكانت حلوه الرياضه وكل شيء. بس بعدين يعني حبيت انه اغير وادخل بمباريات. وطبعا بالبادي بيلدينج انا ببناء كمال الاجسام ما كان عندي والله جسم يعني بتاع كمال اجسام، فحسيت حالي انه يعني جسمي شوي صعوبه لينمو عضلات زي ما بتشوفوا الناس مثل بيج رامي والناس الكبار كيف عضلاتهم، كان شوي صعب علي اني اتحول بهذا الشكل. وطبعا رايح طبيعي، فلما انت طبيعي صعب كل شيء يكون عندك. فغيرت هذه الرياضه وصرت اسوي باور ليفتنج، هي العاب القوى لما ترفع مثل اثقال، لما انت تسوي بنش بريس الصدر والديد ليفت والسكوات. سويت كم مباراه وطبعا عجبتني هذه الرياضه، وبعدها حولت على السترونج مان رياضه الرجل القوي. والان طبعا بسوي باور ليفتنج العاب القوى ورياضه الرجل القوي، وكثير ناس اصحابي اللي بروح بتدرب معاهم في الصالات الرياضية باخذوا هاي السبلمنت اللي انا حفرجيكم اياها الان. هاي السبلمنت ممتازة طبيعية، الجسم طبعا بفرزها، وهاي الوحيدة اللي انا باخذها في الوقت الحالي. طبعا اشتريت من هالموقع bodybuilding.com، ما بعرف اذا هذا الموقع موجود في الدول العربية ولا لا، بس هذا والله ارخص موقع، موقع رخيص جدا جدا، ودائما بكون عندهم اشياء جيده مثل تنزيلات وتخفيضات، ومرات بيبعثوا لك اشياء ببلاش، فهاي يعني ممتازه منهم. والان خلينا نفتح الصندوق. الصندوق حلو، وصل لي هذا الصندوق باقل من يومين. ايه حياته. طبعا هذا اجالي الكرياتين من هالصندوق، وخلينا نشوف شو كمان في جوه الصندوق. بيبعتوا لك جيفت كارد يعني $50 اوف اذا بدك تجيب هالساعه. انا ما بحب اشتري ساعات، طبعا خصم اذا بدك تحلق، وخصم عن اشياء اكل، ما بهتمش انا بهيك شغلات. هلا نشوف هذا الكرياتين. والله الكرياتين هذا اللي انا باخذه في الوقت الحالي، وطبعا سعره رخيص يعني ب $500 عندك اكثر من 400 جرعه. فهذا الكرياتين انا الوحيد اللي باخذه الان، وهذا الكرياتين ملوش طعم، فهو ما له طعم، وانا بشربه دائما مع عصير. فيعني بتقدر تحط عصير برتقال وبتشربه مع عصير برتقال او عصير تفاح او اي عصير، لازم يتاخر وما له طعم. بس الكرياتين دائما لازم يتاخر مع شيء حلو، لما يتاخر مع شيء حلو هيك بدخل الجسم باسرع. في ناس بشوفهم بوكلوا كرياتين ومعاه عسل، على انه العسل هو فيه سكر وبيخلي الكرياتين يدخل الجسم يعني على طول. فهذا الكرياتين ماينو هايدريت، هذا ارخص شيء. وانا بشوف يعني الناس بيشتروا الكرياتين لانه في 5 انواع من الكرياتينات على ما اظن، وناس بيشتروا الموجود في بعضهم بيبيعوهم فيهم كل انواع الكرياتين، كرياتين الماني وكرياتين هاي. انا بس باخذ الكرياتين الطبيعي، هذا الجسم الوحيد بده اياه، و باخذه لانه كثير ناس عندي بالصالات الرياضيه بالنوادي باخذوه. الكرياتين بيعبي شوي البطن، بيعبي الجسم ميه، بتحس حالك انه انت شوي مليان. وانا باخذ 5 جرامات منه يعني معلقه واحده، وباخذها يوميا، وما بقى يعني ما ببطل، بضل اخذها يوميا. انا بعرف زمان كان قبل حوالي 10 او 15 سنه بقولوا لك انه لازم تاخذ الكرياتين لمده حوالي 3 اشهر وبطل 3 اشهر وارجع 3 اشهر. فالعلم فرج انه هذه لا ضروره لها، لانه اللحم الاحمر لحم البقر فيه كرياتين، والجسم بفرز الكرياتين، والكرياتين شيء طبيعي، فبتقدر تاخذه على مدار السنه دوميا، ما لازم تبطل منه. بس تاكد لازم لما انت تكون تاخذ الكرياتين لازم تاخذ وتشرب كثير كثير مي، لانه انا لاحظت بعض الناس بقولوا انه اذا ما شربتش كثير مي مع الكرياتين
كلاك بتصير توجعك ومن الخصر من الجوانب بصير عندك وجع. انا الحمد لله ما صار ابدا معي هاي. صلي باخذ كريتين حوالي 4 سنين او اكثر. انا بطلت اخذ المد حوالي كم شهر ورجعت، لحد الان صلي عليه تقريبا اكثر من سنه متواصل، باخذ يوميا 5 جرامات مع عصير برتقال او اي شيء. انا بقول لك انه الكرياتين تشربه تاخذه قبل ما تروح على النادي بخلال 20 دقيقة أو نصف ساعة. أنا بفضل أني أخذ الكرياتين وأنا بالنادي، لأنه أنا بتدرب حوالي 3-4 ساعات تدريباتي 3-4 ساعات، لأنه أنا الآن عم بتدرب على المباراة. فلما أروح المباراة ما بتدربش أنا ساعة بضلت بطلع، شي 3-4 ساعات بالنادي، فبحط عصير وأخذ الكرياتين معاه وأنا بالنادي وأنا بعطش بضل أشرب منه شوي شوي، هيك أنا بحس أفضل لي. بس طبعا انت بتقدر تاخذه قبل او خلال تدريباتك او بعد زي ما انت بتحب، يعني هاي لا لك انت. فانا هيك بختار اني اخذ الكرياتين فيه. طبعا هذا الكرياتين مانو هايدرو زي ما انا قلت، وانا ما باخذش بروتين. كنت زمان باخذ بروتين وبطلت لانه صرت اكل اكل اكثر. زمان كنت باخذ بروتين يوميا كذا مره، وكنت بفكر انه بتاخذ بروتين تكبر زي ما تعون كمال الاجسام بقولوا لك، بس هذا كله كلام فاضي. تعون كمال الأجسام بأخذ هرمونات ومنشطات رياضية لهيك هم كبار. أنا بعرف كم واحد لاعب بادي بيلدينج محترف، ودائما لما يروحوا هن بدفعوا الشركات هاي بيدفعوا لهم فلوس حتى يروحوا يطلعوا على الإنترنت ويحكوا إن هن بأخذوا هالبروتين وهذاك البروتين وجسمهم هيك كبر. هذا كله كلام فاضي. بأخذ قالوا لي إحنا بأخذ منشطات وإبر وهرمونات، هذا هو الوحيد بكبر. انا باخذ البروتينات تاعتي من اللحم والاكل، باكل بيض وباكل لحم ودجاج وسمك. هذا هو افضل وقت وهذا هو افضل شيء لدى خذان البروتينات. ودائما اعرفوا انه لما تبيعوا البروتينات بكون مكتوب عليها ورا انه هون بامريكا الاف دي اي مثل تعون الصحه ما مشيكين عليها، فمعناتها انت بتقدر تقول تشتري بروتين ما يكونش فيه بروتين، يكون بس بودره من اي شيء كربوهيدرات واشياء تانية، لانه ما فيش عليها رقابه. هالاشياء ما عليها رقابه. في بعض الشركات الناس اللي بيبيعوا اشياء بجي ان سي، شركات الجي ان سي بتبيع اشياء مرات عليهم رقابه، بس اكثر الاشياء والمكملات الغذائيه اللي انت بتشتريها ما عليها رقابه من الاف دي اي. هاي الاف دي اي تعون الصحه والاكل. فطبعا ما باخذ بروتين زي ما قلت، بس باخذ انا من الاكل وكمان هيك انا احساسي عليه. واذا عندكم يعني بالمستقبل اي اشياء بدكم يعني اتكلم عنها، عن اي مكملات غذائيه، اتركوا لي كومنت تحت وانا بتكلم عن المكملات الغذائيه بدكم يعني احكي عنها. واذا انا ما كنت باخذ هالمكملات الغذائيه، انا هنا عندي اصحاب محترفين بالبادي بيلدينج والباور ليفتينج بالالعاب القوى وكمال الاجسام ورياضه الرجل القوي، وهم يعني بيقدروا يجي هون يقعدوا معاي ويحكوا عن خبريتهم في أخذان هذا الشيء. أنا هون بس عم بحكي عن خبرتي، بديش أحكي في مجال أنا لا أفهم به. فهذه هي، وعندكم زي ما قلت أي أشياء بالكوميونتي أشوفوا على القناة أترك كومنت. وشكرا جزيلا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Flexing on it.